بيكم في قناة الأيقونة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كلنا اتفاجئنا بتصريح من نقابة الأطباء بيطالبوا فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والمستشار علي عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيطالبوهم بإعادة النظر في عقد امتحانات الثانوية العامة بشكلها التقليدي في الموعد المزمع عقده خلال شهر يونيو الجاري، وخصوصا ان جائحة فيروس كورونا المستجد مازالت غير واضحة الملامح، وان احنا بقينا في بؤرة انتشار والاعداد بقت بتزيد بطريقة مرعبة ومخيفة. يا ترى كان في استجابة لمطالب نقابة الاطباء؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. بس قبل ما نشرح لكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. أكدت مصادر مسؤولة أن في اجتماع حكومي على مستوى عالي بيعقد حاليا لإعلان قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة، والمحدد معادها يوم 21 يونيو الجاري، وده كان بعد مطالبة نقابة الأطباء بإعادة النظر في عقد امتحانات الثانوية العامة بشكله التقليدي في الموعد المزمع عقده خلال شهر يونيو الجاري. وقالت المصادر إن الغالبية من المسؤولين وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي رافضين تأجيل الامتحانات، خصوصا وإن الدولة وفرت كل وسائل الحماية والتعقيم، ده بالإضافة لإن الطلاب استعدوا لأداء الامتحانات. والبعض الآخر بيأيدوا فكرة التأجيل وبيطالبوا ان يتم اعادة النظر في فكرة التأجيل بعد تحذير نقابة الاطباء. فكانت النقابة طلبت باعادة النظر في عقد امتحان الثانوية العامة بشكله التقليدي في الموعد المزمع عقده خلال شهر يونيو الجاري، في فترة مازال ملامح الجائحة غير واضحة فيها، وخصوصا ان احنا بقينا في بؤرة انتشار لفيروس كورونا، ومن المعروف انه مستحيل يتم وقاية الاعداد الكبيرة دي من الطلبة وذويهم تحت احسن الظروف والاجراءات، وده هيكون نتيجته زيادة كبيرة في عدد الاصابات بين صفوفهم على مستوى الجمهورية. وقالوا اذا افترضنا نسبة اصابات مش هتزيد على 1% او ممكن تكون اقل، وده معناه ان هيتم اصابة 1000 طالب يوميا في عدد ايام الامتحان، وياريت اصابة طالب بس هيكون على قده، ده هتساوي إصابة أسرة مصرية، ولن يتحمل القطاع الطبي تلك الزيادات في الأعداد، وده وممكن نشوف مثال في بعض الدول الأوروبية. واختتموا كلامهم وقالوا إن الطالب مش هيتأثر بتأجيل الامتحان والبت في أمره لحد ما يتضح الأمر جائحة فيروس كورونا، وده مش هيأثر على مستقبلهم بأي شكل من الأشكال. ومن الواضح إن كل المؤشرات بما فيها مؤشر التكاليف الفوائد بتشير إلى عدم عقد امتحان الثانوية العامة على الأقل قبل بدء انحصار الوباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كلنا اتفاجئنا بتصريح من نقابة الأطباء بيطالبوا فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والمستشار علي عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيطالبوهم بإعادة النظر في عقد امتحانات الثانوية العامة بشكلها التقليدي في الموعد المزمع عقده خلال شهر يونيو الجاري، وخصوصا ان جائحة فيروس كورونا المستجد مازالت غير واضحة الملامح، وان احنا بقينا في بؤرة انتشار والاعداد بقت بتزيد بطريقة مرعبة ومخيفة. يا ترى كان في استجابة لمطالب نقابة الاطباء؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. بس قبل ما نشرح لكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. أكدت مصادر مسؤولة أن في اجتماع حكومي على مستوى عالي بيعقد حاليا لإعلان قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة، والمحدد معادها يوم 21 يونيو الجاري، وده كان بعد مطالبة نقابة الأطباء بإعادة النظر في عقد امتحانات الثانوية العامة بشكله التقليدي في الموعد المزمع عقده خلال شهر يونيو الجاري. وقالت المصادر أن الغالبية من المسؤولين وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي
رافضين تأجيل الامتحانات، خصوصا وإن الدولة وفرت كل وسائل الحماية والتعقيم، ده بالإضافة لإن الطلاب استعدوا لأداء الامتحانات. والبعض الآخر بيأيدوا فكرة التأجيل وبيطالبوا إن يتم إعادة النظر في فكرة التأجيل بعد تحذير نقابة الأطباء. وكانت النقابة طلبت بإعادة النظر في عقد امتحان الثانوية العامة بشكله التقليدي في الموعد المزمع عقده خلال شهر يونيو الجاري، في فترة مازال ملامح الجائحة غير واضحة فيها، وخصوصا ان احنا بقينا في بؤرة انتشار لفيروس كورونا، ومن المعروف انه مستحيل يتم وقاية الاعداد الكبيرة دي من الطلبة وذويهم تحت احسن الظروف والاجراءات، وده هيكون نتيجته زيادة كبيرة في عدد الاصابات بين صفوفهم على مستوى الجمهورية. وقالوا اذا افترضنا نسبة اصابات مش هتزيد على 1% او ممكن تكون اقل، وده معناه ان هيتم اصابة 1000 طالب يوميا في عدد ايام الامتحان، وياريت اصابة طالب بس هيكون على قده، ده هتساوي اصابة اسرة مصرية، ولن يتحمل القطاع الطبي تلك الزيادات في الاعداد، وده وممكن نشوف مثال في بعض الدول الاوروبية. واختتموا كلامهم وقالوا ان الطالب مش هيتأثر بتأجيل الامتحان والبت في امره لحد ما يتضح الامر جائحة فيروس كورونا، وده مش هيأثر على مستقبلهم بأي شكل من الأشكال. ومن الواضح أن كل المؤشرات بما فيها مؤشر التكاليف الفوائد بتشير إلى عدم عقد امتحان الثانوية العامة على الأقل قبل بدء انحسار الوباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كلنا اتفاجئنا بتصريح من نقابة الأطباء بيطالبوا فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والمستشار علي عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيطالبوهم بإعادة النظر في عقد امتحانات الثانوية العامة بشكلها التقليدي في الموعد المزمع عقده خلال شهر يونيو الجاري، وخصوصا ان جائحة فيروس كورونا المستجد مازالت غير واضحة الملامح، وان احنا بقينا في بؤرة انتشار والاعداد بقت بتزيد بطريقة مرعبة ومخيفة. يا ترى كان في استجابة لمطالب نقابة الاطباء؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. بس قبل ما نشرح لكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. أكدت مصادر مسؤولة أن في اجتماع حكومي على مستوى عالي بيعقد حاليا لإعلان قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة، والمحدد معادها يوم 21 يونيو الجاري، وده كان بعد مطالبة نقابة الأطباء بإعادة النظر في عقد امتحانات الثانوية العامة بشكله التقليدي في الموعد المزمع عقده خلال شهر يونيو الجاري. وقالت المصادر إن الغالبية من المسؤولين وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي رافضين تأجيل الامتحانات، خصوصا وإن الدولة وفرت كل وسائل الحماية والتعقيم، ده بالإضافة لإن الطلاب استعدوا لأداء الامتحانات. والبعض الآخر بيأيدوا فكرة التأجيل وبيطالبوا ان يتم إعادة النظر في فكرة التأجيل بعد تحذير نقابة الأطباء. وكانت النقابة طلبت بإعادة النظر في عقد امتحان الثانوية العامة بشكله التقليدي في الموعد المزمع عقده خلال شهر يونيو الجاري، في فترة مازال ملامح الجائحة غير واضحة فيها، وخصوصا ان احنا بقينا في بؤرة انتشار لفيروس كورونا، ومن المعروف انه مستحيل يتم وقاية الاعداد الكبيرة دي من الطلبة وذويهم تحت احسن الظروف والاجراءات، وده هيكون نتيجته زيادة كبيرة في عدد الاصابات بين صفوفهم على مستوى الجمهورية. وقالوا اذا افترضنا نسبة اصابات مش هتزيد على 1% او ممكن تكون اقل، وده معناه ان هيتم اصابة 1000 طالب يوميا في عدد ايام الامتحان، وياريت اصابة طالب بس هيكون على قده، ده هتساوي إصابة أسرة مصرية، ولن يتحمل القطاع الطبي تلك الزيادات في الأعداد، وده وممكن نشوف مثال في بعض الدول الأوروبية. واختتموا كلامهم وقالوا إن الطالب مش هيتأثر بتأجيل الامتحان والبت في أمره لحد ما يتضح الأمر جائحة فيروس كورونا، وده مش هيأثر على مستقبلهم بأي شكل من الأشكال. ومن الواضح إن كل المؤشرات بما فيها مؤشر التكاليف الفوائد بتشير إلى عدم عقد امتحان الثانوية العامة على الأقل قبل بدء انحسار الوباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كلنا اتفاجئنا بتصريح من نقابة الأطباء بيطالبوا فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي
والمستشار علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيطالبوهم بإعادة النظر في عقد امتحانات الثانوية العامة بشكلها التقليدي في الموعد المزمع عقده خلال شهر يونيو الجاري، وخصوصا ان جائحة فيروس كورونا المستجد مازالت غير واضحة الملامح، وان احنا بقينا في بؤرة انتشار والاعداد بقت بتزيد بطريقة مرعبة ومخيفة. يا ترى كان في استجابة لمطالب نقابة الاطباء؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. بس قبل ما نشرح لكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اكدت مصادر مسؤولة ان في اجتماع حكومي على مستوى عالي بيعقد حاليا لإعلان قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة، والمحدد ميعادها يوم 21 يونيو الجاري، وده كان بعد مطالبة نقابة الأطباء بإعادة النظر في عقد امتحانات الثانوية العامة بشكله التقليدي في الموعد المزمع عقده خلال شهر يونيو الجاري. وقالت المصادر إن الغالبية من المسؤولين وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي رافضين تأجيل الامتحانات، خصوصا وان الدولة وفرت كل وسائل الحماية والتعقيم، ده بالاضافة لان الطلاب استعدوا لاداء الامتحانات. والبعض الاخر بيأيدوا فكرة التأجيل وبيطالبوا ان يتم اعادة النظر في فكرة التأجيل بعد تحذير نقابة الاطباء. فكانت النقابة طلبت باعادة النظر في عقد امتحان الثانوية العامة بشكله التقليدي في الموعد المزمع عقده خلال شهر يونيو الجاري، في فترة مازال ملامح الجائحة غير واضحة فيها، وخصوصا ان احنا بقينا في بؤرة انتشار لفيروس كورونا، ومن المعروف انه مستحيل يتم وقاية الاعداد الكبيرة دي من الطلبة وذويهم تحت احسن الظروف والاجراءات، وده هيكون نتيجته زيادة كبيرة في عدد الاصابات بين صفوفهم على مستوى الجمهورية. وقالوا اذا افترضنا نسبة اصابات مش هتزيد على 1% او ممكن تكون اقل، وده معناه ان هيتم اصابة 1000 طالب يوميا في عدد ايام الامتحان، وياريت إصابة طالب بس هيكون على قده، ده هتساوي إصابة أسرة مصرية، ولن يتحمل القطاع الطبي تلك الزيادات في الأعداد، وده وممكن نشوف مثال في بعض الدول الأوروبية. واختتموا كلامهم وقالوا إن الطالب مش هيتأثر بتأجيل الامتحان والبت في أمره لحد ما يتضح الأمر جائحة فيروس كورونا، وده مش هيأثر على مستقبلهم بأي شكل من الأشكال. ومن الواضح ان كل المؤشرات بما فيها مؤشر التكاليف الفوائد بتشير الى عدم عقد امتحان الثانوية العامة على الاقل قبل بدء انحسار الوباء.